على وقع أجراس الكنائس وأصوات التراتيل واحتفالا بعيد القديسة بربارة، أقيم قداس إلهي في كنيسة مار الياس الغيور في بلدة الحواش بريف حمص الغربي، تليت فيه الصلوات والدعوات بأن يعم السلام والمحبة سوريا ويزيح الغمة والوباء عن كل أنحاء العالم. الكنيسة عادة بتحاول انه تساعد الناس انه يتخطوا المحن والصعوبات اللي هني عم يعيشوا فيها. الصلاة هي دائما للرجاء للإيمان حتى تقوي الناس تثبتهم ببلادهم. القديسه بربارة بالتقليد هي كانت شفيعة الأمراض والأوبئة، فنحن كمان اليوم عملنا صلاة كرمال الناس اللي هني بفراش الأمراض اللي عم بيعانوا، للكوادر الطبية اللي الله يعطيهم العافية عم يتعبوا عم بيكونوا ساهرين بالمستشفيات لحتى يطببوا هالناس المرضى. نحن هون اجتمعنا بهاليوم عيد البربارة لحتى بنعمل طقوس كل سنه بنعملها، منه سلق الحنطه ومنه تشعيل النار، سلقين حنطه بدنا نوزعهم هلا على الطريق مشان العالم بس يطلعوا من الصلاه من تحت من الكنيسه. الحنطه مزينه بسكر وزينه يعني زينه خصوصي لها هي دي. بعد الصلاه احيت اخويه الرحمه بالتعاون مع شباب الحواش طقوس عيد البربره، وذلك باشعال عشبه البربره تماشيا مع الطقوس الاجتماعيه في المنطقه، ثم توزيع القمح المسلوق الحلو الطعم المزين بألوان عديدة من المنكهات على الأهالي والأطفال المرتدين الأزياء التنكرية. اليوم حبيت أني أتنكر زي بابا نويل لأنه الأولاد كتير بيحبوه، وبمناسبة عيد القديسة بربارة، وبتمنى لكل أهل سوريا وأطفال سوريا أنه يضلهم بخير وكل عام بخير لإلهم. الحنطة نقيناها وسلقناها وزيناها ووزعناها للمصلين بهالمناسبة السعيدة. إن شاء الله بنعاد على سوريا وعلى رئيسنا وعلى الشعب كله، وإن شاء الله تكون هذا شهر سلام للشعوب كلياتها. بنعاد عليك يا رب وعلى بلدنا، وإن شاء الله احنا اليوم بنعيد بعيد البربارة، إن شاء الله بنكون سلام على كل العالم وعلى سوريا بالذات. احتفالات ذات طابع اجتماعي وإنساني تميز بها أهالي الحواش هذا العام، فالقديسة بربارة هي مثال يحتذي به أي شخص لمقدرتها على تحمل جميع العذابات ودفاعها عن الإيمان. من كنيسة مار الياس الغيور في بلدة الحواش بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.